يحيى عطية الله، هل الزمالك فعلا فاوض اللاعب المغربي او فاوض ناديه؟ بص، هو في يعني احنا بنسمع كم تفاوضات ايوه وتوقيعات غير عاديه، يعني وكأن قائمه الزمالك فيها مثلا 150 لاعب المفروض. فمع احترامي طبعا لاسم كابتن يحيى واسم اي لاعب بيتم ذكره، لكن الزمالك لما هيتفاوض او هيتعاقد مع لاعب هيعلن بشكل رسمي، يعني مش هيبقى فيه سريه زي ما الناس متخيله. عظيم جدا. جوزيه جوميز مكمل مع الزمالك الموسم اللي جاي ولا ينتهي مشواره مع نهاية الموسم الحالي؟ هو عقده ساري اصلا، عقده ساري لغايه نهايه الموسم القادم، وكان الشرط ده مرتبط بتحقيق الكونفدراليه وتم تحقيقها الحمد لله. عظيم. محمد عواد التفاوض معاه لتجديد التعاقد واصل لحد فين؟ لا جديد، هو الزمالك يعني بيحاول يوصل بس لسقف في التعاقدات في الفتره اللي جايه عشان ما يبقاش عبء مالي زي ما هو حاصل دلوقتي. فتم تقديم عرض العواد مناسب وفقا لظروف نادي الزمالك، ولو العرض مناسب دي طبعا هنبقى سعداء بوجوده، لو مش مناسب برضه كل التوفيق ليه. حتى هذه اللحظة هو مش مناسب بالنسبة له. لسه اصلا لسه الموسم ممتد، يعني لسه لما ينتهي الموسم هيكون في اكيد رد رسمي. عظيم جدا. واحنا شايفين الحمد لله محمود الشناوي، يعني عارف الظروف ساعات في ظروف كده بتحصل سبحان الله، بتبقى ايه يعني مولد لنجوم جداد في الكرة المصرية. صحيح. فأتمنى إن الشناوي يكون من الناس اللي بتستفيد من الظروف دي، موهبة كبيرة، وفي عندنا عمر عبد العزيز موهبة فذة برضه في حراسة المرمى. فإن شاء الله يعني يكون في يعني تطور في مركز حراسة المرمى الفترة الجاية بإذن الله. هل بتتواصلوا مع لاعبي نادي الزمالك مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات؟ بتدعمهم، بتساندوهم، بتساندوا باقي اللاعبين في المنتخب كمان؟ أكيد طبعا، كل دعم لرجالة مصر كلها، احنا ما بنحبش حكاية صح لعيبة الزمالك والأهلي وغيره، هم كلهم لعيبة منتخب مصر وبندعمهم كلهم، ربنا يوفقهم ويجيبوا لنا ميدالية. الولاد صراحة كانوا رجالة وعملوا أداء مشرف في الكرة المصرية، وكانوا يعني الحمد لله على كل شيء، بس كان ممكن يعني يوصلوا نهائي، لكن برضه أداء بطولي ورجولي منهم صراحة.